الراد، انت لعيب دوتا، كيف لك عم تحكي عن موبايل ليجند؟ هش بلا تكبر، كل شركات العالم جربت تعمل العاب مثل الدوتا على الكونسولات وعلى الموبايلات وكلهم فشلوا، وبس موبايل ليجندز قدروا عملوا نسخه ناجحه على الموبايل. كمان هن قايلين الخريطه متاخده من دوتا اول ستارز بالويكيبيديا تبعهم، فما حدا عم يتذكى على حدا. بما انه موبايل ليجندز انجح موبا على التليفونات، يعني طبقوها بطريقه كتير ذكيه، ولنفهم شو اللي خلاها تنجح على المزبوط اول شيء لازم نفهم شو هي الموبا. وبهالطريقه بكون فسرت لكم كل شيء عايزين تعرفوه لتبلشوا تلعبوا موبا مثل موبايل ليجندز من بعد ما يخلص الفيديو. بألعاب الموبا فريقين بيلعبوا ضد بعض، كل فريق مكون من 5 شخصيات، كل شخصية عندها قدراتها ودورها الخاص فيها. انت بتتحكم بشخصية وبتبعتها تحارب على خط من 3 خطوط، وال4 شخصيات اللي معك بيتحكم فيهم اصل العالم انوجدوا على كوكب الارض. فكرتها صدفة اول شيء، بس من بعد 20 دقيقة عرفت انه هن بينقوا لك اغبى 4 ممكن يطلعوا بالعالم. على كل حال الخط كمان تلقائيا بيمشي عليه جنود صغار لإلك، كل نص دقيقة بيلتقوا بالنص بينك وبين العدو وجنوده، وراح خبركم اكثر عن هالموضوع بعد شوي. هلا راح كمل ارسم لكم صورة واضحة عن ساحة اللعب بألعاب الموبا اجمالا. كل خط بألعاب الموبا على اوله في 3 عمارات الك بيقوصوا على الاعداء اذا قربوا عليهم. هالعمارات اسمهم تاورز بالدوتا، توريتس بموبايل ليجندز، وما بعرف شو اسمهم بليج اوف ليجندز لانه اللي بيتعود على الشمس ما بيكفي ضوء القمر. غير ال3 عمارات اللي عندك على كل خط، في 3 عمارات ضدك من تاني ميلة بيقوصوا عليك اذا قربت عليهم. ال3 خطوط بيلتقوا عندك على العمارة الاساسية اللي عم بتدافع عنها، ومن تاني ميلة بيلتقوا عنده على العمارة الاساسية لازم تدمرها لتربح. لتوصل للعمارة الاساسية تبع العدو بدك تخرقه ضدك على خط من 3 خطوط، ولتخرقه بدك تكسر العمارات اللي بتقوس عليك بالتوالي من اقرب وحدة لابعد وحدة لتوصل على العمارة الاساسية وتكسرها. بس تكسر اخر عمارة على الخط بيقوي جنودك، بس حسب اللعبة اوقات في شروط زيادة، مثل بالدوتا بدك تكسر هالعمارتين كمان كرمال يصيروا قوية، بس بموبايل ليجندز بيكفي تكسر التورت. كمان بالموباز اجمالا في غابات فيها حيوانات بيعطوك مصاري ونقط خبرة، وهول ما حدا بيتحكم فيهم. وكمان في محلات مخصصة لوحوش بيعطوا الفريق افضليات مؤقتة حسب اللعبة. خلصنا من الخريطة وفهمنا اجمالا شو الهدف الاساسي وكيف بدك توصل. مبروك بلشت تتعلم الموبا. هلا موبايل ليجند بالتحديد في عوامل زيادة على الخريطة. ال3 خطوط موجودين، الجنود بيهجموا والغابة موجودة، بس زيادة عندك العشب حط الخطوط الاساسية وبقلب الغابة يلي فيك تختفي بقلبهم، وهيدي مأخودة من ليج اوف ليجندز. وعندك وحشين، واحد اسمه ذا تيرتل بيعطي ذهب لكل الفريق بس تقتله، وواحد اسمه ذا لورد بس تقتله بيهجم معك على الخط يلي عليه اقل عدد تورتس. نوصل للشخصية اللي بتتحكم فيها، وهالشخصية فيك تطورها بعدة طرق، وراح اعلمكم كل شيء عايزين تعرفوه عنهم. بس قبل وقفة مع الاعلان. بتحب تعمل دعايات على يوتيوب؟ بدك تشانل جمهورها يقدر انك عم تساعد صحبها ليحسن وضعه؟ بدك المنتج تبعك ينعرض على تشانل مرتبة وبتحترم حالها ومحتواها والجمهور؟ لما تبعد كتير بعت رسالة على marketing@derad.tv وبلش انجح حملة دعائية رح تعملها بحياتك. بوجود 81,000 فولور على فيسبوك و111,000 سبسكرايبر على يوتيوب، رسالتك رح توصل لأسكى 192,000 شخص بالعالم العربي واكثر، خصوصا انه كل فيديو بينزل على التشانل عم بيطلع ترندي. استعمل كود وندسكور بتعطيك 10% خصم، ما تبعتوا لي رسائل بقطعني على ايميل الشغل. كل شخصية تتحكم فيها عندها نقاط دم ونقاط مانا، بس يخلصوا نقاط الدم بتموت، بس يخلصوا نقاط المانا ببطل فيك تستعمل قدرات الشخصية اذا بيتطلبوا مانا. في قدرات بتكلف كتير، في قدرات ما بتكلف شيء، حتى في شخصيات كل قدراتها ما بتكلف شيء وهول اهين شيء. بلشوا فيهم. كل شخصية بموبايل ليجندز عندها قدرتين مشتركة مع الكل، وواحدة ثالثة بنقيها لعيب من مجموعة سحورة قبل ما تبلش المباراة. غير هال3 قدرات في 3 قدرات خاصة بكل شخصية حسب الشخصية اللي اخترتها، وهول بس لشخصيتك. القدرات المشتركة ما بتتطور وموجودة معك من اول الدق. اول وحدة بتوقف بأرضك شوية وقت وبتردك على المركز الاساسي مطرح ما بتخلق لتعبي دمك والمانا، ثانية بتستعملها بس يوتا دمك شوي لتعبيه، والثالثة هي السحر اللي بتختاره من الليستا قبل ما تبلش المباراة، وكل واحدة عندها طريقة استعمالها. اما القدرات المعلقة بالشخصية المختارة بتتطور بس تجمع نقاط خبرة من الهيروز ضدك، يعني كل ما تقتل كائن او هيرو او واحد بقلب الجنجل بيطلع لك نقاط خبرة، وهالنقاط بس يجمعوا فيك تزيد نقطة تطور لقدرتك حسب انت اياها بدك تقويها، وكمان بيطلع لك مصاري تشتري فيهم اسلحة لتقوي شخصيتك زيادة، وهيدي حسب انت شو بتكون عايز تقوي فيها لشخصيتك. بس قصة الاسلحة ما تعطي الهمة لانه هيدي حلوا لك اياها موبايل ليجندز، بس رح خبركم كيف بعد شوي. القوة بموبايل ليجندز انه اذا بس معك هالمعلومات اللي قدرت اعطيك اياهم ب5 دقائق صار فيك تلعبها، وبتعرف اجمالا شو بدك تعمل. بس دراد ما بعرف اشتري اسلحة. كثير هينة. اول ما يصير معك حق سلاح بينصحوا فيه اللعبة لشخصيتك بيطلع فوق على اليمين بتكبس، وهيدا كل شيء عايز تعرفه لهلا. بعدين بتصير تفوت على الشوب وتنقي سلاح انت حسب شو بدك. هلا كبس وهيك ما بتوجع راسك وفيك تتسلى بلا ما تاخذ دكتوره، وهيدا هي الفرق اللي خلى موبايل ليجندز تقوى هالقد. بس صارت شريت الاسلحه اوتوماتيكيه اللي هي اكثر قرار صعب تاخده بلعبه موبا راح نص وجعه الراس. شغله ثانيه ساعدت تقرب الجمهور على موبايل ليجندز اكثر انه اكثريه الشخصيات بالموباز العاديه عندهم 4 أو 5 سحوره، اما بموبايل ليجندز عندهم 3 سحوره بس، وهيدا شلت ربع وجعه الراس انه تتعلم كل هيرو شو عنده سحوره، لانه حرفيا شل ربع سحوره. كمان ساعد على التهيين الشخصيات اللي ما عندها مانا اللي حكيت عنهم قبل شوي، وهيدي اذا واحد عن جد ما له جلاد يقعد يفكر فيه يلعبه. الخريطه
بموبايل ليجندز فاضيه وما في اي تفصيل ما بتعوزه باللعب. يعني اذا بتشوف خريطه دوتا بتضيع انه شو عم بيصير وشو ها وشو ها وشو ها. طالما شفت خريطه موبايل ليجندز تفهم كل شيء من اول نظره وبتعرف وين لازم تروح وشو لازم تعمل. هلا بتحضر الفيديو وتقول واو لك شو طلعت هينه، لانه انا بعد ما فتت لك ولا تفصيل مع تعقيد موبايل ليجندز مش بالشخصيات او بالخريطه او بالاسلحه، لانه هول كلهم بسطوا لك اياهم. تعقيده بيجي من طريقه اللعب، واهم شيء تتعلمه فيها للعبه هو مش شو فيها تعمل شخصيتك، لازم تتعلم شو لازم تعمل. اوه حددت، يعني رح اعطيكم سطحيا عن شو عم بحكي وغير عن الموضوع، لانه ما بدي اعقد الفيديو وبدي خليه سطحي على الاخر لتبعته لصاحبك وتقول له هيدا تفسير حلو للعبه اللي بحبها واللي 10 سنين بقول لك تعال العبها، وهيك بكون فتك بحياتك بشيء. على كل حال الشخصيات بهاللعبه عندها ادوار مختلفه حسب قدراتها. لتعرف الشخصيه اللي نقاها شو دورها او لاي فئه بتنتمي، شوف اللوجو اللي حد اسمه فوق انت عم تنقيها. الفئات بيجوا على الشكل التالي، عندك الشخصيات اللي بتحمل خبيط كتير، هول بسموهم تانكس وهيدي علامتهم، هول عليهم يحموا اصدقائهم اللي بيأذوا كتير بس بيموتوا بسرعه، يعني تقريبا حيلا شخص مش تانك، وشغلتك تفوت اول واحد بالمعركه وتمتص كل انواع الخبيط. غير التانكس عندك اساسنز، وهول الشخصيات كتير صعبه تلعبهم لانه بكفين بيموتوا بس بكفين بيقتلوا حيلا واحد قدامهم، وهون بيجي التكتيك والاستراتيجيه تبعك فيهم، يعني بدك تفوت بالمعركه بطريقه ما تنأذى وتهرب منها قبل ما يتلقطوا فيك، وهالقرارات الصغار اللي بدك تعملهم لتحافظ على سلامتك وتنط بالوقت المناسب وتفل بالوقت المناسب ببلشوا يفرجوك قديش معقد اللعبه، لانه بكل سحر حتى فيك تفكر هيك، لانه اذا بتنط كيف ما كان باساسن حيلا اهبل بيقتلك. ثالث فئه هي الماركسمان، وهن الشخصيات يلي بيشبقوا ضربتهم عن بعيد وبيعملوا نقاط اذيه عاليه على اعدائهم، وهول الشخصيات عاده كمان برق الورقه وبضربين بيموتوا وعليهم يوقفوا بالخطوط الورانيه بالمعارك والا حيتدعوسوا. من بعدها في الفايتر، وهول الشخصيات مثل الماركسمان تاذي كثير بس عليها تفوت بنص المعركه لانه ما بتقوس عن بعيد، وهالشيء معوض بانه عندهم قدرات هجوميه وقدرات دفاعيه لازم يستعملوهم بطريقه يضمنوا دخلتهم وخروجهم من المعركه مثل الاساسنز، بس هول بيحملوا اكثر شوي وبيأذوا اقل شوي. قبل اخر نوع شخصيات هو الميجز يلي هن السحره، وهول كثير ضعاف بس عندهم قدرات سحريه كثير قويه، وعاده بيعملوا نقاط اصابه عاليه او بيوقفوا اعدائك بارضهم لثواني عديده. واخر شيء عندك السبورت يلي كمان ضعاف وشغلتهم انه يضحوا بحالهم او يساعدوا اصحابهم بكل شيء عندهم اياه ليضلهم اصحابهم عايشين، هيدا اكثر دور بزهق بالنسبه لي واكثر دور بيتكل عليه الفريق ليربح. وهلا اللي بيبقى عليك تعمله هو انه تفوت تنقي شخصية وتتعلمها، كلهم ثلاث سحورة ودغري بتفهمهم من الانيميشنز تبعهم الواضحين، فصار فيك تلعب موبايل ليجندز، مبروك. ان شاء الله كون اعطيتها حقها للعبة وفسرتها مزبوط، جربت قد ما في افهم اللعبة قبل ما احكيكم عنها، وبكم اسبوع هيدا اللي طلع معي، وهيدا اللي شفته بخلي حيلا لعيب يحضر الفيديو ويقدر يبلش، لأنه إذا هالقد عم بتطلبوا مني أعمل فيديو يعني أكيد عم بتطلبوا من أصحابكم يلعبوا معكم، فخبروني بالكومنتس إذا الفيديو فاتكم لتعرفوا أصحابكم على لعبتكم المفضلة، لأنه هيك بكون حققت هدفي من الفيديو. كمان الكومنتس مفتوحة للكل وأنا دائما عم بقرا الكومنت، أوقات بقراهم وببقى تعبان كثير فما بحط قلوب، اوقات ببقى مخلص الفيديو نشيط وبحط قلوب، بس كيف ما كان دائما عم بقريهم، فاذا بدكم حيلا فيديو حيلا لعبه او حيلا موضوع احكي فيه اكتبوا لي بالكومنتس وانا بالخدمه دائما. كمان شكرا للي شاركوا بالتصويت على ساعه النشر وحاتركها مثل ما هي على 9. على كل حال كما كنت دراد ان شاء الله تكونوا بسطتوا بالحلقه اليوم، مثلا لايك وسبسكرايب ونجرس كمان حوالي على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام. هيل ليه ما عم تعمل هيل وديسكورد، شوفكم بحلقه الجايه.